الو بداية تدخلت أمس كانت من ولاية وهران من غرب الوطن إلى ولاية وسط الغرب حتى وسط ثم امتدت إلى شرق الوطن. إجمالي تدخلات كان محصور في 138 عملية امتصاص مياه الأمطار، بالإضافة إلى قيام ب 43 عملية إنقاذ أشخاص كانوا محصورين وعالقين في سيارتهم أو في وسط المياه بسبب ارتفاع منسوب المياه في المحاور والطرقات وأزقة الولايات المتضررة أو من جراء الفيضانات الأودية بسبب الأمطار الغزيرة، وكانت بعض الانهيارات الجزئية في الأسقف وحتى الجدران الخارجية وعددها 6 انهيارات. طبعا فيما يخص الخسائر البشرية للأسف، يعني ليلة أمس بعد فيضان واد سحولة جرف عدة سيارات، كان عددها 6 سيارات، 5 أخرجت وسيارة واحدة غمرتها المياه. للأسف كانت هناك شهود عيان إذ أخبروا أن هناك شخصين على متن هذه السيارة. طبعا كانت هناك عملية يعني بحث أولية، لكن مصابيح اليوم مع وجود فرق خاصة من الكلاب المدربة وحتى الغطاس الحماية المدنية تمكنوا من انتشال أول ضحية للأسف في سن 58 سنة وهي امرأة، وعملية البحث متواصلة عن الشخص الذي كان برفقتها.